قال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي أن الهزيمة إنما وقعت بأمر الله تبارك وتعالى. الله هو الذي أمر بهزيمتهم سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وقال سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن الناصر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فاعتمدوا على الله. أنتم لم تقتلوهم، الله هو الذي مكنكم من قتلهم، ليس بقوتكم، أنتم مجرد سبب، ولكن الناصر الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن اليوم مثلا لا يخاف من هؤلاء الكفار. يقول: الروس عندهم، الأمريكان عندهم، الأوروبيون عندهم، مدري إيش عندهم. ماذا عندهم؟ أنت معك الله. فرعون ماذا كان معه لما فر موسى منه صلوات ربي وسلامه عليه ومعه المؤمنون؟ ماذا فعل الله به؟ أغرقه. نوح عليه السلام لما أرادوا قتله وإيذائه، ماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ أمر الأرض فأخرجت الماء، وأمر السماء أن تنزل الماء، فاجتمع هذا الماء مع ذاك الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، انتهى الأمر. وكذلك الأمر بالنسبة لعاد قوم هود، وإلى ثمود قوم صالح، وإلى قوم لوط، وإلى قوم شعيب. ما قاتلهم الأنبياء بقوة ولا كثرة عدد، وإنما بأمر الله. الله هو الذي ينصرهم. فنحن إذا اعتمدنا على الله وأيقنا أن النصر بيده سبحانه وتعالى، ورجوناه وقصدناه سبحانه وتعالى، فمن سيهزمنا؟ من يغلبنا؟ إذا كان الله معك فتخاف ممن؟ لا شيء. يقول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لما كان يوم بدر رفع النبي يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الجماعة، لن تعبد في الأرض. فجاءه جبريل فقال: يا محمد، خذ حفنة من التراب. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقذفها في وجوه الكفار والمشركين. فقذفها النبي في وجوههم، فما بقي أحد منهم، 1000 من المشركين، ما بقي أحد منهم إلا دخل هذا التراب في منخريه وعينيه وفمه. قال: ثم ولوا مدبرين. وكان النصر للإسلام بحصيات حذفها رمها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل هذه الحصيات؟ لكن بإذن الله تفعل كل شيء، كل شيء. ويقول حكيم بن حزام، وكان مع المشركين في معركة بدر، يقول: لما كان يوم بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء من التراب، ثم رماها علينا وقال: شاهت الوجوه. يقول: فما منا أحد إلا أصابته. وأنزل الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: فولينا مدبرين. كانت الخسارة علينا. وقد وقع مثل هذا أيضا في حنين، أو سيقع هذا في مثل هذا في حنين في السنة الثامنة أيضا، لما ولى المسلمون الأدبار، لما فاجأهم فاجأتهم ثقيف وهوازن، وقتلوا منهم من قتلوا، صارت الربكة في صفوف المسلمين. يقول العباس: فكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يقدم على الكفار وحده صلى الله عليه وسلم، وأخذ حفنة من التراب ورماها وقال: شاهت الوجوه. يقول: فما زال حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. فالنصر إذن بيد الله،
يجب علينا أن نثق بالله جل وعلا، لكن العيب فينا نحن، في ضعف إيماننا، في ضعف استعدادنا. وإلا إذا أعد المسلمون ما استطاعوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن النصر يكون من الله تبارك وتعالى. يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وفيها قراءتان: ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم، بتخفيف لكن، وكسرت لالتقاء الساكنين، ولكن الله قتلهم. كذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفيها قراءة: ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تبارك: وما رميت إذ رميت، أثبت للنبي الرمي وترك الإصابة له سبحانه وتعالى. فرمي النبي حقيقة، والإصابة من الله سبحانه وتعالى، أصاب كل واحد منهم. وهذه الحفنات التي حملها النبي لا تصيبهم جميعا، لا تصيبهم جميعا، فالنبي رمى والله أصاب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إثبات الرمي للنبي وإثبات الرمي لله تبارك، والرمي من النبي هو الحذف والخذف، والرمي من الله هي الإصابة سبحانه وتعالى. يقول: أنت رميت ولكن الله هو الذي أصاب سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حتى لا يجتمع النقيضان، لا يقول رميت ثم يقول له ما رميت، لا، هو رمى لكن الله أصاب سبحانه وتعالى. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الأصل في البلاء هو الاختبار، والاختبار يكون بالخير ويكون بالشر، هناك اختبار بالخير واختبار بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فهو بلاء. لكن هنا المقصود البلاء الحسن، أي ليناله أو لينيل المؤمنين الشيء الحسن، هو النصر والغنيمة. وليبلي المؤمنين، أي ينصر المؤمنين ويغنمهم من الكفار سبحانه وتعالى. قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لدعائكم، سميع لاستغاثتكم. لما استغاث النبي ورفع يديه حتى سقط رداءه عن كتفيه، الله سميع مجيب سبحانه، عليم بحالكم وحالي الكفار، عليم بصدقكم سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين لله تبارك وتعالى، حتى يعلم الناس أنه معهم، أي مع المؤمنين سبحانه وتعالى.